بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أبطال الصف الثاني على منصة التميز التعليمية مع قسم التربية الإسلامية، ومع حصة جديدة ودرس جديد نكمل ما بدأناه في سورة العلق. ما زلنا أبطالي في سورة العلق. هنذكر سريعا، احنا قلنا الحصة الماضية أن سورة العلق سورة مكية، وقلنا معنى مكية أي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك الوحي جبريل وهو بمكة. عدد آيات سورة العلق 19. خذنا المقطع الأول من سورة العلق الحصة الماضية، وقلنا أن المقطع الأول أو آيات المقطع الأول يا أبطال هي أول ما نزل من القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل من القرآن الكريم على الأرض هي الخمس آيات الأولى من أول اقرأ إلى علم الإنسان ما لم يعلم. الحين يا أبطال هنبدأ من آية 6 بإذن الله تعالى، أن نستمع للآيات الكريمة وأن نرجع نتعرف على معاني الكلمات، ثم نردد بعد ذلك الآيات لكي نقوم بحفظها بإذن الله تعالى. نستمع أولا للآيات الكريمة يا أبطال، ثم نعود مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى. أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا كلا لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية. لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. فليدع ناديه. سندع الزبانيه. سندع الزبانيه. كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطعه واسجد واقترب. يبقى كانت كده أبطال الآيات المتبقية أو المقطع الثاني من سورة العلق. نتعرف على بعض المعاني الموجودة في السورة يا أبطال. في قوله تعالى كلا لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية. السفع هو الجذب بشدة، والناصية شعر مقدمة الرأس، والمراد إذلاله وإهانته. ماشي يا أبطال. كلا لئن لم ينته يعني يكون الجذب شديد من الناصية أي من مقدمة الرأس، وهذا يخص أبو جهل زي ما هيكون في بإذن الله تعالى سبب نزول الآيات. فليدع نادية، المراد أهل النادي أي أهل رجال مجلسه ومنتداه. الزبانية ملائكة العذاب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. اقترب أي تقرب إلى الله تعالى بالعبادة. سبب نزول الآيات يا أبطال، كانت سبب نزولها أنه روي أن أبا جهل أراد أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند الكعبة
وتوعد بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإيذائه إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة. فأنزل الله هذه الآيات الكريمة على النبي صلى الله عليه وسلم ردا على أبو جهل. طيب، المعنى الإجمالي يا أبطال، بيانت الآيات الكريمة أن بعض الناس كأبي جهل وأمثاله يطغى ويتكبر في الأرض ويستكثر بأمواله وأولاده وينسى قدرة الله تعالى يا أبطال، وأن الله تعالى قادر على أن يرسل إليه ملائكة العذاب فتهلكه، ولن يستطيع في جميع أحواله أن يرد هذا العذاب وهذا الهلاك يا أبطال. طيب، ما ترشد إليه الآيات أن أبو جهل هذا كافر معاند لم يؤمن بالله تعالى قط، وأن الكافر ينال عقابه في الدنيا والآخرة، وأن الله تعالى ينصر رسوله وينصر عباده المخلصين. طيب، نقرأ مع بعض الآيات يا أبطال. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. نجيب الآيتين مع بعض يا أبطال. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. ناخد 3 آيات مع بعض يا أبطال. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. نجيب الآية 10. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. ناخد الآية اللي بعدها. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. نجيب لآية. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى.
أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية. كلا لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية. كلا لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو نادية. فليدعو نادية. فليدعو نادية. كلا لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو نادية. سندعو الزبانية. سندعو الزبانية. سندعو الزبانية. كلا لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو نادية. سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كذا يا أبطال نكون وصلنا لنهاية حصة اليوم. هذا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.